معنا الشاعرة عيدة الجهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكوني معنا في هذه الحلقة، وعرفنا عنك بالشعر الذي له هدف، وكذلك عرفت بقصيدة في النسخة الثالثة من شاعر المليون تتكلم عن الفرص. فماذا لديك في هذا المساء؟ في هذا المساء لدي قصيدة أرثي فيها الشهيد الذي أدعو له بالرحمة وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى في شهداء الأبرار جبارة التميمي، تفضلي. الذي قضى تحت التعذيب في السجون المجوسية. تفضلي. أقول خبر الجلاد، خبر الجلاد عنا يا جبارة، يعرضي الدم ما نرضى العوض به غير دم من تنثره فرسان غارة غضبة لو طاننا من عقب غضبه يا جبارة. خط في دمك عبارة مره التاريخ، لكن متع عضبه الشهيد اللي بذر روحه لداره، ليش تبقى الريح في كفيه قضبه في زنازين المجوسي تحت ناره مرثوه الذل والأوطان، نظبه دمه اللي لون الصبح انتثاره زهر الجيعان واخضر كل هضبه، دمه اللي لون الصبح انتثاره زهر الجيعان واخضر كل هضبه، مال هذا الليل ما يطوي ستاره طالب الأحواز والظلم انتفض به، كم بكت ذيك المنازل من شراره والأسى بالعيد، والأسى بالعيد دايم تختضبه والمرارة طرحها الدامي مرارة، نام والعربان مير النار حظه، ليلة طالت على اللي صاح جاره لين قال الشعر ما تخفيه فضبه، ليه متى هذا السكوت وذل عاره، ليه متى هذا السكوت وذل عاره، وين ابن وقاص يا ذا الدهر عضبه، في رجال لا قرت مجد انتصاره جاهد ولعناب جناته وقضبه، يجبر المولى عزانا في جباره درس الشجعان والمجد انتهضبه، مجد بالدنيا وبالجنة قراره يا عربي الدم ما نرضى العوض. وسلامة. صح لسانك يا أختي عيدة، وبارك الله فيك وجعلك خادمة للإسلام والمسلمين بهذا الشعر وفي موازين حسناتك، وبإذن الله أن تكوني معنا بالكلمة الهادفة إن شاء الله من خلال هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أحب أن يعني أصل كلماتي هذه إلى أهل الأحواز الصامدة، وأتمنى أن لا يصبروا فقط بل أن تستعر ثورتهم حتى يبشروننا في صباح ما بالنصر على هذا المد المجوسي الصفوي، عرضهم الله خير الدنيا والآخرة بهذا الصبر. شكرا لك يا شاعرة عيدة الجهني من السعودية، بارك الله فيك وشكرا على هذه القصيدة. مشاهدي الكرام، المحتل الفارسي حاول منذ دخوله الأحواز تثبيت جذوره قصرا على أرض الأحواز، وذلك من خلال الكثير من المشاريع والخطط التي طبقها ويطبقها على أرض الأحواز. ومن أهم وأخطر خططه هي المشاريع الاستيطانية، ولن يتم له ذلك إلا بقتل وسجن الأحرار ومن ثم تهجير المستضعفين. مشاهدي الكرام، ومع كل ما قيل وفعل إلا أن لسان حال الأحوازيين الأحرار يقول: تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني،
فالنور في قلبي وقلبي في يدي، ربي وربي ناصري ومعيني. استودعكم الله.